الراديو 90-90 هواها مصر. وانت نازل وسط البلد لو رجلك خدتك ناحية شارع الألفي هتلاقي هناك واحدة من ألطف الظواهر اللي حصلت في الكام سنة الأخيرة. مكتبة من ضلفة واحدة متقسمة من جوه الكام رف بباب إزاز ومكتوب عليها خذ كتاب وضع كتاب، وجنب منها كرسي خشب حلو كده وشيك يسع شخصين يقولوا عليها عند الأجانب لاف سيت، بس هو هنا قراءة سيت مش لاف سيت. مبادرة في منتهى الرقي اللي في الدنيا، الحقيقة لازم نشكر عليها المهندس نادر رياض لأنه هو اللي قام بيها. خذ كتاب وضع كتاب، شوف الجمال، حاجة في منتهى البساطة والإنسانية والشياكة في نفس الوقت. كانت البداية بصناديق الأكل اللي حطوها ناس ومطاعم في الشوارع، كتبوا عليها برضو طعام نظيف للمحتاج، حلو نأكل البطون والأحلى بقى نأكل العقول. المبادرة على جمالها وبساطتها في نفس الوقت إلا إنها تفتح القلب كده وتفرح، تفرح بجد وتدي أمل. في ناس بتفكر وبتفكر في غيرها، في ناس غاوية تشوف غيرها بيقرأ ويتعلم ويتثقف، في ناس بتمد إيدها وتعمل من غير ما حد يطلب منها حاجة كويسة، في ناس مش مستنية الحكومة تعمل والدولة تقوم بكذا وكذا وبعدين كمان ينبطوا ويتريقوا ويا ساتر عليهم. لا، فيه ناس بتقوم وبتقرر تعمل. الأكادة بقى أن لما حاجة من دي بتحصل الدنيا بتتشل وبتتحط من التشجيع والفرحة. السوشيال ميديا على الله من ساعة ما ظهرت المكتبة للنور وهم على كلمة واحدة، مكتبة الألفي، مكتبة الألفي، مكتبة الألفي حلوة، شوفوا صور مكتبة الألفي، ضع كتاب وخد كتاب، يا حلولي يا حلولي. زي ما بقولك كده هوب مكتبة الألفي اتسرقت. اتسرقت؟ اتسرقت. عجيبة؟ غريبة؟ حد قال لكم اننا عايشين في المجتمع الفاضل بتاع البشمهندس أفلاطون؟ عادي يعني، حاجة محطوطة في الشارع وأكم في الشارع من ناس ونفوس، الحلو والبطال، أكم بتوع طعمية وأكم بتوع ربابيكيا وأكم عيال قليلة الرباية وأكم وأكم، عادي يعني اتسرقت. ذات الزياطون بقى، مش قلنا لكم؟ شفتوا؟ احنا وحشين، احنا ما ينفعش فينا نظافة، احنا مش بتوع ثقافة، علموا الناس الأول قبل ما تدولهم كتب. فين الحكومة؟ حطوا لهم حارس، عينوا لها موظف. بولو لوم بولو لوم بولو لوم، كله بيهري وكله بينبط وكله بيمقيط كله. لكن زي ما كان في اللي أخد المبادرة وعمل المكتبة، طالب في الجامعة اسمه إسلام ساب اللي بيهري ويتكلم وياكل في نفسه ده وأخد شوية كتب وراح ملى المكتبة تاني وصورها ونزل صورتها وقال بمنتهى البساطة كل ما تفضى هروح أملاها تاني. العمل كبير على قد بساطته والفكرة راقية على قد سهولتها. المبادرات سهلة بس اللي يقوم ويتلحلح بقى ويبطل تنظير ومزايدة ويشتغل ويعمل. الموضوع مش موضوع مكتبة ومبادرة ثقافية وسرقة وإعادة ماله، على قد ما كل ده حلو ورائع على المستوى الضيق للموضوع، لكن بنظرة مبعدية بقى وسط صحباتها يعني على رأي الليمبي الموضوع أعمق وأكبر. حكاية ناس بتدي وما بتتكلمش، وناس بتهري وما بتعملش، حكاية ناس شقيانة وطالع روحها في الملعب، وناس جمهور غتت لا منه بيشجع ولا منه بيبطل حتف طوب. بصوا من الآخر يعني النموذجين قصادكم، انتوا اختاروا تقعدوا فين ومع مين وتعملوا ايه. سهلة اهي مش كده؟ سهلة، بس الاختيار مش سهل، والله ما سهل، والنعمة ما سهل، وربنا زي ما بقول لكم كده مش سهل.